اهلا وسهلا في حلقه لذيذه جدا من ميز شو. النهارده هنعمل اكل من مطبخ الفارسي، مطبخ شهي جدا مشهور بنكهات كتير. عملنا منه قبل كده افكركم وصفه الفسنجون، عباره عن فراخ بتدوب كده جوه دبس الرمان ومعاها عين جمل، وقلنا وقتها انها فيها من روح الشركسيه، فكره ان الصوص فيه عين جمل الدايبه. عملنا كفته برضو دبس الرمان، الرمان شهير جدا بالمطبخ الفارسي. عندنا النهارده الرمان هندخله بالسلطه، وده الزركش. بصوا تحسوه كانه انا كنت فاكراه بالاول انه يعني الرمان المجفف، هو نوع من انواع الباريز، زي عارفين السماق، قلنا السماق برضو نوع من انواع الباريز، هو نوع من انواع الباريز، طعمه مزز جدا وبيعمل التوازن في النكهات المززه كتير في المطبخ الفارسي. ده اللي هنستخدمه مع الرز، بيبقى توبينج على الرز مع نكهه الزعفران ومع الفستق برضو الحلبي. الفستق الحلبي ده موجود على فكره، التقطيعه دي انا عارفه ناس كتير تسالني عنها وانا برضو بدوخ علشان الاقيها، بيبقى اسمه فستق حلبي شرايح، موجود في مصر، بجيبه ساعات من مصر ساعات من بره، مش متوفر الفستق الحلبي العادي اللي هنستخدمه، هتشوفه في وصفه عيش السرايا. زي ما قلت لكم النهارده كباب سلطاني، عيش سرايا، اكلات كده تحسوا ليها تاريخ كده شويه. طيب تعالوا نبتدي اول حاجه بالرز. الرز البسمتي الايراني بيبقى الرزايه متفلفله كويس ولونها حلو ومليانه نكهه الزبده الحلوه. النهارده هنستخدم زبده المراعي، منتجات المراعي النهارده هتكون معانا في كل الوصفات. على الرز هنستخدم نكهه الزبده، وبرده في تحمير الكباب السلطاني دايما لما احمر لكم البرجر واحمر لكم حاجات اقول لكم نديها طعم الشوي على الفحم، بنستخدم الزبده ونديها لسعه كده بسيطه تدينا ريحه الفحم. تعالوا هنا الرز، احنا حاطين رز بسمتي زي المكرونه. يعني ايه زي المكرونه؟ يعني غلينا الميه وسقطنا فيها الرز البسمتي. عاده لما نعمل البرياني بنعمل الحركه دي، وبقول لكم ساعتها سووه 3/4 سوا بس، هنا هنسويه اكتر من 3/4 بشويه لانه بيبقى الرز متفتح. ناس كتير بيعرفوش يعملوا رز البسمتي، بقول لهم الطريقه دي سهله، اسلقوه زي المكرونه، صفوه، وهاخد شويه من الميه اللي سلقناه فيها الاول، انا خدت شويه هنا هاخد شويه تاني، بنحط له سنه ميه بس مع سنه ملح مع الميه عفوا، بنشيل شويه من الميه وبنصفيه بالظبط زي المكرونه. بقول لهم دايما اسلقوه كده وريحوا نفسكم من انه بيعجن وبيتكسر الى اخره. الرز البسمتي ما بتقلبش كتير، يعني مش لازم نقعد نقلبه لانه حبيته مش زي الرز المصري متماسكه، حبيته بالذات انها كمان طويله بتتكسر. تعالوا نروح على المصفى، على الحوض، احط المصفى ونصفيه. الرز ده هيتقسم تلتين وتلت او تلات ارباع ربع، والربع هياخد نكهات حلوه جدا واوريكم ازاي هنقدمه بطريقه تقليديه. هنصفي الرز كويس. بصوا كده كده انا هستخدم الحله دي هي علشان نبتدي دلوقتي ندي الرز التفتيحه الاخيره، التبخير الاخير. فانا صفيت الميه، هاخد الرز تاني من هنا اللي صفيناه ونرجع على الحلة. تعالوا نبخر آخر شوية مية هنا فيه، تمام. تعالوا نضيف الزبدة. النهاردة زبدتنا زبدة المراعي، دايما احنا بنتكلم انه الزبدة اللي هي بقت كوميرشل طعمها مش زي الزبدة الفلاحي، الزبدة اللي معمولة من اللبن بس. زبدة المراعي 100% حليب صافي، لبن صافي من غير اي اضافات تماما، يعني لا زيوت مهدرجه ولا بتعمل كوليسترول ولا اي حاجه، فهي زبده نقيه 100%. هناخد زبده المراعي، على فكره ملمسها ولونها حلوين، وتقدروا تعرفوا الزبده الكويسه من لونها، مفيش اي اضافات، شايفين لونها بيبقى عامل ازاي؟ فاتح، وكمان لما تيجوا تقطعوها ما بتتكسرش، يعني هي ما بتتكسرش. بعض انواع الزبده نحط فيها السكينه كده تتكسر، زي كانها مثلا اقول لكم ايه، هي الزيوت لما تتحط في الزبده هي اللي بتديها التكسيره دي. بصوا هنا بنقطعها ازاي، تقطيعه الزبده الصح. هاخد حته زبده اهو نحطها هنا، نسيحها مع الرز. لو انا لو المصفى وسعت كنت شلت كل الرز وسيحت الزبده الاول، سيح بس شويه زبده مع الرز اللي تحت ده، ومش هديها هنا اي نكهه زعفران او اي حاجه، احنا عايزين نكهه الملح مع الرز الابيض والزبدة، مش عايزين نكهة تانية. هناخد دلوقتي الرز، مش عايزة دلدق، بالتدريج ننزله، مش لازم نعمل كل الكمية. الرز ده حلاوته ممكن تستخدموه، ممكن تحطوه في التلاجة، تستخدموه بأي وصفة انتوا عايزينها، وأغلب الوصفات تبقى البرياني، الرز البخاري.
هاتوا نعمل الكميه دي كفايه. ده هيتقدم جنب الكباب السلطاني. اروق بس البوتاجاز كده. طيب هنعمل ايه الخطوه الجايه؟ خليني بس انضف تنظيفه. الخطوه الجايه هنعمل جروفز كده، خروم جوه الرز. نجيب معلقه خشب ونعمل كده، هاتوا نفرده ونعمل فتحات كده في الرز. هوطي الحرارة، كنت معليها عشان ما نسلق الرز. وناخد قطع من زبدة المراعي، عايزين الزبدة توصل لكل الرز. على فكرة في المطاعم الإيرانية أو الفارسية دايما بيجيبوا لكم علبة زبدة كده صغيرة، بيبقى فيه زبدة على الرز، وبحطوا مكعبات زبدة على جنب من كتر ما نكهة الزبدة لازم تبقى صريحة وواضحة مع الأكلة دي. فهنحط الزبدة هنا، نوطي الحرارة، ندي سنة من مية الرز اللي شلناها على جنب، معلقة كده والتانية بس، لا أكتر ولا أقل. ونوطي النار خالص ونغطيه ونسيبه يتبخر، وهنرجع له بخطوة تانية بعد شوية. طيب إيه الخطوة التانية؟ الخطوة التانية الكباب السلطاني. يعني ايه كباب سلطاني؟ زي ما قلنا معمول من عرق الفلتو. عندي عرق الفلتو اهو، ما جبتش عرق الفلتو كمان كبير اهو. خدنا السنتر بيس، يعني شلنا الاطراف وشلنا السيلفر سكين اللي بتبقى طبقه كده بيسموها سيلفر سكين، تبقى بتلمع كده شويه، بتشفى وبيتنضف. هاتوا نشيله. عندي زي ما انتم شايفين هنا في شوايه انا حطاها على البوتاجاز، ممكن تحطوها على عين الكهرباء او على عين الغاز او تعملوها على الفحم، هيطلع تحفه. بصوا انا ابتديت هنا افتحه. بصوا كباب السلطاني تبقى قطعه كبيره من الفيليتو، دايما كنت اسال نفسي ازاي بيعملوها، ليها شكل كده معين وبتبقى بالطول. هناخد زي ما انتم شايفين كده عرق الفيليتو بالطول، نقطعه، وبقى عندنا اول شريحه وادي الثانيه. لو سمكتها كويسه اوكي ممكن، لو تخينه يعني ممكن نرفعها، لو سمكتها كويسه ممكن نعمل حاجه ثانيه. ممكن نيجي هنا وبطرف بظهر السكينه هنكسر الانسجه. بصوا بيبقى واخد دايما الشكل ده، لا متقطع شرايح ولا يعني لا هو متقطع كامل ولا سليم، يعني بين البنين. فبنقطعه كويس كده اهو، وده بيخليه أطرى، هو طري بيخليه أطرى من الطراوة كمان. نعمله على الناحية التانية، الناحية التانية بالظهر مش هتنفع، اللي هي الطبقة الخارجية، ممكن بالسكينة من غير ما نتك قوي أهو. نعملها بالشكل ده، عشان كده بتبقى القطعة من الكباب السلطاني عريضة. تتبيلته إيه؟ تتبيلته سهلة جدا أهو، هوريكم دلوقتي هيبقى شكله عامل إزاي. نقلبه الناحية التانية. بصوا الشريحة، نديها تاني هنا دلوقتي بالسكينة لما أنا ملكت خلاص إني مش هقطعه، المهم ما نقطعوش، نديله الخبطات دي كويس. آدي أول شريحة، نعمل التانية. أنا عايزاكم تقربوا هنا، شايفين إحنا بنكسر إيه؟ دي أنسجة، لما دايما أقول لكم أنسجة اللحمة عايزه المخرج يجيبها لنا، شايفين دي انسجه اللحمه، لما بنكسرها بتطرى اللحمه وبتبقى ما فيش فيها اي عضه. نعملها زي التانيه بالظبط، وممكن نشويها من غير سياخ، بس هي بتتشوي بسيخ كده عريض هوريه لكم. خلونا نعملها من الناحيه التانيه. لو سكينتكم حاميه قوي زي سكينه شفات، دي مش حاميه قوي، هتقطعها، فخليكم في الظهر. لو السكينه زي اللي انا بستخدمها عاديه ممكن تستخدموا السن الحاد عادي. رياضه ايه مش هقول لكم، عايزه عضلات. اجي على الحته التخينه واعرضها، يعني اضربها اكتر. اذا الكباب السلطاني بقى جاهز انه يتبل. طيب هنتبله بايه بعد الفاصل يا كنترول؟ يلا بعد الفاصل هنرجع اكون محضره لكم التتبيله والاسياخ اللي هنشتغل فيها في السيخ العريض التقليدي لو عارفينه، مش اللي بميل كده بس انا ما لقيتوش، بس لازم يبقى السيخ عريض علشان يتحمل انه نحط فيه القطعه العريضه دي. بعد الفاصل نكمل الوصفه البسيطه والشهيه دي.
قبل الفاصل خدنا عرق الفليتو قطعناه لقطعتين، والقطعتين بالطول، قطعتين طوليتين. وفي طرق تانية على فكرة، كباب السلطاني بيقطعوه تلات كده وبيفتحوها. لا لا، التقنيات دي اللي عايزة نايف سكينة شف ومهارات شف هنبعد عنها، خلونا في الحاجات البسيطة. قطعنا بالطول كده، ولو كان أدخن هنعمله تلات قطع، بس في ممكن يبقى 2 كيلو 3 كيلو، ده صغنطوط. طيب احنا هنعمل ايه؟ احنا هنجيب السيخ ده وندخله كده بالنص. تعالوا نشوف بالاخر عايز يرجع يدخل تاني من هنا كويس عشان نشوي. هو ده الكباب السلطاني، بيتحط على الفحم اوكي، وهتشوفوا اول ما تحطوه بيبتدي يتحمر من الناحيه دي، بنقلبه الناحيه التانيه وبعدين بيتفرد. فاحنا هنحطه النهارده على جريلا حديد زهر. نرجع نعمل التاني اهو، ليه السياخ العريضه؟ علشان تمسك السم كده، وممكن لو ما عندكمش تستخدموا سيخين من الرفيعين. ده كده كويس، ده كده برضو ممكن ندخله تاني من هنا كده. تمام، ادي واحد، لا ده كتير كده، ادي التاني. هنعمل ايه؟ هنتبله. هنتبله بالاتي، هجيب طبق وناخد دول هنا. عندنا مية بصل، دي التتبيلة التقليدية، مية البصل. هنسيح شوية زبدة، أين الطاسة الصغنطوطة؟ هناخد سوري، ده سخن قوي، الجريلا سخنة، هحطه على الجريلا. وناخد شوية تاني من زبدة المراعي، هنحط زبدة ومية البصل ورشة ملح وبهار مشكل. ارجع اولع على عندي، شايفين الطاسة الجريلا سخنة قد ايه؟ الحديد زهر سخنت الطاسة على طول. فهنحط اذا مية البصل والزبدة، تعالوا نحط الملح، نملح كويس. طبعا لو بيتوه في التتبيلة بقى أحلى وأحلى. عندنا البهار المشكل، شوية بهارات، نقلب الخلطة دي كلها كده، وفضل لها الزبدة بس. سبع بهارات، بهار مشكل، بهارات المشاوي زي ما تحبوا. هاتوا خلاص أنا عندي اشتغلت. عايزين نعمل حاجة واحنا مع بعض، عايزين نحط مية على الزركش. موجود فين؟ طيب بديله ايه يا شيف؟ بديله هنحط زبيب، هنحط او الاحلى الكرامبري اللي هو موجود عند اغلب المحلات اللي بتبقى عندها مكسرات، بيبقى لونه زي ده وبس الحباية اكبر وطعمه مزز ومسكر، استخدمناه كتير في حلقات الكريسماس، فهو هيبقى البديل المحلي لو مش موجود الزركش. هنحط له مية بس شوية، وبعد شوية نصفيه. واللي محتاجين ننقعه لحد ما الزبدة تسيح، أهم عنصر بيدي نكهة للأكلة دي، وأهم عنصر في عناصر مطابخ كتير، منها الفارسي، منها الخليجي، منها الإيطالي كمان بيستخدموه، والأسباني، الزعفران. هاتوا الزعفران، ده زعفران من إيران، يعني هي أشهر بلد بتصدر وبتزرع الزعفران. احسن طريقه علشان نطلع نكهه الزعفران، ودايما بشكر شيف سوسن صديقتي العزيزه من الكويت، علمتني اني احطه على التلج، نحطه كده على التلج، نفركه ونحط له سنه ميه، بيقلل انه طعمه يخف يروح، سنه الميه كده ونسيبه علشان كل اللون. بصوا الميه بقت عامله ازاي، شايفين باين معانا على طول، خدت لون الزعفران. طيب هنا الزبده ساحت، هنحطها هنا، ودي التتبيله. هاتوا ناخد فرشه، نخلط كل الكلام ده كده مع بعضه ونتبل كويس من الناحيتين، وزي ما قلنا لو قعد في التتبيله بيبقى احلى واحلى. ادينا التتبيله الحلوه دي نكهات بسيطه، انتم متخيلين ميه البصل زبده ملح بهارات. هناخد برضو قطعه من زبده المراعي علشان ندي طعم الشوي على الطاسه اهو، شيل بس، يلا نسيحها هنا، الحراره عاليه جدا اوكي. هنسيح شويه كده، وده شايفين الحراره دي هي اللي هتدي نكهه الشوي. الى الشوايه هيستوي بسرعة جدا. نقرب دي جنبنا ونحط دي هنا، تمام، نشيل ده على جنب
الخطوة الجاية برضو هحتاج فيها طاسة هنحطها هنا. وتعالوا نبص على الرز لأنه إحنا قربنا نخلص وقربنا نبقى جاهزين للتقديم. هناخد مغرفة ونبص على الرز، شايفين البخار والزبدة ساحت. بصوا الرز اتفلفل تماما، يعني هتلاقوه شايفين الزبدة ازاي. تمام، اذا الرز ده هيتحط ثلاث ارباعه في طبق التقديم. خلوني اجيب طبق التقديم قدامنا، والربع او اقل من الربع هيتحط، ادي طبق التقديم، ونشيل الغطا ونبص على الكباب. بصوا اهو، طبعا احنا لما نشويه على البوتاجاز مش محتاجين السيخ قد ما بنحتاجه على الفحم. اوكي، بس شكله بصوا لونه، الله، انا هبدل دي مكان دي علشان تبتدي تاخد اللون. تندرلوين او عرق الفليتو من الحاجات اللي بتستوي بسرعه، وكل ما نسويها زياده احنا بنضيع طراوتها الحلوه. هنضف هنا قدامي علشان هنغرف الطبق مع بعض، فاضل لنا خطوه بسيطه. برضو تحتوي على زبده المراعي وعلى الزعفران اهو، ندوب الزعفران، انا عندي ثلج كتير فهقلله شويه. ندوب ندوب كويس، وفي الطاسه اللي بتسخن دي هنصفي الزركش، عندي مصفه هنا وطبق هنصفيه، ونحط الزركش ده او الكرامبري مع الزبده، وبعدين نضيف لهم الزعفران، وده التوبينج اللي هيتحط على الرز. اين الزبده؟ نبتدي كده ناخد حته زبده هنا، ما ضفناش اي نكهات على الرز عشان هي دي النكهات اللي هنحطها. الزبده اهي، نحط فيها الزركش اهو، بحب اخلي شويه مش معمولين بالزيت بيفضل لونهم حلو وبيدونا تكستشر تاني. زي معلقه كمان بنقلب هنا ونقلب، تعالوا هنا كمان، الله ده خد لون يجنن. رجع ده هنا، هو خلاص يعني كده ميديم، نقدر نعرف فاكرين الدرس اللي خدناه هنا ميديوم ويل. انا عايزه اعلي الحراره كله يبقى عالي ما عدا الرز. تمام، بصوا هنا الزبده رجعت ايه، سواء حطينا الزبيب او حطينا الكرامبري او حطينا الزركش، بصوا عملت ايه، رجعت لونه فايبرنت ورجع كانه لسه هيرجع دلوقتي اكتر كانه فريش. انا هطلع فاصل ونرجع هوطي النار على ده، تكون الزعفران التلج ده باكتر شويه، اللحمه استوت اكتر، وهستنى هشيل ده عن النار كده وهستنى نحط مع بعض خلطه الزعفران مع الميه ونغرف الطبق كله ونعمل السلطه عشان نبتدي بعده على طول. هو الطبق خلاص خلص، عنصر اثنين وده الثالث، وجنبه طبق السلطه الشهي من الشبت والنعناع، رمان وخيار، زبادي المراعي اليوناني والعادي. هقول لكم الفرق بينهم بعد الفاصل، وبعدين عيش السلطه. اللحمه جاهزه، تتبيلتها بسيطه، الزركش ثلاث ارباعه هنا وشويه سبتهم اهم في الطبق، الفستق الحلبي جاهز، هنكمل هنا نحط عليه. طبعا حطينا زبده المراعي، شايفين كميه الزبده حلوه لان قلنا الرز بيبقى بطعم الزبده. هنحط الزعفران بعد ما داب التلج، ولو ما دابش هنشيل التلج بعد ما يدوب الزعفران. الفكره في التلج انه ما بيضيعش زي النقع والغليان، النقع بيدي الطعم اكتر. هناخد شويه من الرز ده على هنا، نضف، تعالوا هنا نحط الرز ده، ده الطبقه اللي بتتحط على الوش،
هنقلبه وهيبتدي بصوا اللون هو ده الرز الفارسي الشهير اللي كلوه قبل كده عارفين اللون ده. ندي ده اللون الاصفر مع الخلطه. انا طفيت النار خالص على كل حاجه. اللحمه جاهزه يلا نغرف. كان انضف هنا شويه. طبق بنختار طبق طويل شويه، شايفين انا مختاره طبق مربع علشان ياخد الكبب. يلا نقدم. نحط الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. متفلفل بس حبايه بحبايه اهو. ده من المغرفه بس لانه مكان الزعفران. شايفين قد ايه الزعفران بيصبغ الرز بشكل حلو، ومش بس صبغه طبعا، طعم. ممكن تستخدموا العصفر مع شويه زعفران. في صبغه من عند العطارين اسمها صبغه الزعفران او لون الزعفران او روح الزعفران، وتحط شويه زعفران. سنه صغيره ننقعها من بدري هتدينا طعم، يعني طعم واضح. طيب تعالوا دلوقتي ناخد الرز ده. هنحط الرز ده على الوش اهو، ابو لون حلو ده. وعرفتوا ليه سبت شويه من الزركش كده على جنب؟ علشان هحطه برضو على الوش اهو. قلت لكم بيقدموا جنبها زبده. بالمرحله دي بيجي هنا دايما كده طبقين صغيرين او مكعبات زبده، لانه الزبده هنا طعمها واضح وصريح ومفيش مكان نستخبى منها، لازم تبقى زبده جودتها عاليه. وصدقا زبده المراعي، انا كنت لما اضطر اشتري زبده بالذات للحلويات والحاجات الزبده بتبقى فيها واضحه اجيب المستورد، هي جت حلت لنا الازمه دي. تعالوا هنا ناخد الكباب السلطاني، ادي واحده وادي الثانيه، يبقى دايما محطوط كده على جنب. الله. طيب فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا الفستق والزبده. هنحط الفستق ده لوحه فنيه بسيطه جدا من الرز الابيض بنكهه الزبده والزعفران، توبنجز قلنا الكرامبري اللي هو زي التوت المجفف، واللحمه بميه البصل والزبده. وايه رايكم في الطبق ده؟ كنترول، ايه رايكم؟ طيب هنعمل ايه؟ هناخد كام مكعب زبده كده من زبدة المراعي، نقطع مكعبات، نقطعها كده وكده، وناخد كم مكعب بنوزعهم بقى هنا فوق اللحمة وفوق الرز. مش لازم اللحمة، ممكن فوق الرز. في المرحلة دي مع البخار هيدونا نكهة تجنن. أنت عايز بيك ترارارا بقى ترارارا، كباب سلطاني بزبدة المراعي ونكهات بسيطة وشهية جدا. هنعمل جنبه دلوقتي طبق السلطة اللي برضو مستوحى، هو مش طبق تقليدي بس المكونات اللي فيه كلها تقليدية من المطبخ الفارسي. يلا هناخد هنا عندنا الشبت، هنا عندنا الخيار، وعندي الرمان، وعندي النعناع. وده طلع معانا شبت خلاص للتزيين. وعندي هنا هخلط في، خليكم معايا، في عندي طبق حلو هنا. وهنستخدم زبادي المراعي اليوناني. زبادي اليوناني هو زبادي اعلى بروتين من الزبادي العادي، بيحصل التخمير. الزبادي فيه خمائر طبيعيه عشان كده هو مفيد لينا، وفي رمضان مفيد لينا جدا للهضم. بيحصل التخمير، انا زرت مصنع المراعي وطلعت على كل الخطوات، بيحصل التخمير وبيتحط بعدين جوه شوفوا هنا قوامه كريمي جوه العلب، قوامه كريمي جدا ومناسب جدا للناس الرياضيين لانه مليان بروتين ودهونه قليله، في نسب دهون مختلفه، يعني هتلاقوا ال 5% وعندنا هنا ال 2%. وزي ما قلت لكم هو وجبه بحد ذاته مع شويه جرانولا اللي هي الشوفان اللي عملناها مع بعض قبل كده، مع شويه فاكهه. والزبادي طبعا العادي ممكن نستخدمه. انا النهارده قررت اني استخدم الزبادي اليوناني لانه جديد على مطابخنا، وحبيت اوريكم انه مش بس للبارفيه يتاكل كده لوحده، لا ده بيتعمل فيه السلطات. وسر من الاسرار هقوله لكم انه الفتات، بنعمل فته ونحط طبقه الزبادي، الزبادي العادي بيسيح بسرعه، اخلطوه مع اليوناني بيحافظ كده على قوامه زي الكريمه وبديله طعم ريتش، طعمه غني جدا جدا. هنحط كمان واحده من زبادي المراعي اليوناني. دايما بعمل لكم وصفات
بكل منتجات المراعي هنا وعلى السوشيال ميديا على صفحة سفرة المراعي. دايما روحوا شوفوا الوصفات ودايما تابعونا في ميز شو، عندنا بلاي ليست على اليوتيوب القاهرة والناس مي شو 2022. هنحط الشبت، تبقى مليانة شبت، هنحط الخيار مبشور، وهنحط الرمان بيديها مزازة خطيرة مع الزبادي، وهنفرم شوية نعناع طازة أو ممكن تحطه مجفف، شوية ملح. فين الملح؟ تعالوا نقلب السلطة دي. ممكن تحطوا توم أو ما تحطوش حسب الرغبة، ممكن تعملوه حراق زي ما بتحبوا، هيليق قوي قوي مع الرز واللحمة. شايفين ألوانه؟ هنحط له كمان رمان على الوش. عندي طبق لذيذ للتقديم أهو، نجيب معلقة كبيرة شوية حلوة تليق مع الطبق السلطاني اللي احنا بنقدمه أهو. نحط الخلطة دي. طيب هنعمل كمان بعد الوصفة دي عيش السرايا. عيش السرايا بكل بساطة هو عيش سرايا وصفة ماما، علشان ما حدش يقولي هي دي وصفة عيش السرايا الصح ولا الغلط. من أحلى الوصفات وألذها وأسهلها، مش بس عشان طعمها حلو، عشان اتعلمتها من ماما. دايما كل الأكلات اللي أمهاتنا بيعملوها ساعات مهما عملناها عمرها ما بتطلع زي ما هما بيعملوها، بس بيطلع طعمها برضو رائع. فهعمل لكم عيش السرايا بحليب وكريمة المراعي، الطبقة اللي فوق، التحت توست وسكر وشوية مكسرات على الوش. هاتوا نحط برضو هنا، بأنه إحنا مكملين المطبخ الإيراني نستخدم كل النكهات، شوية زيت ونحط دي هنا وأطلع.